هاي حلقة جديدة من أوتوموبيل، ومثل كل أسبوع ما بنستعرض إلا السيارات اللي بتهمكن وأجدد السيارات. بهالحلقة رح نتعرف على ستاند درايفر، هن بالسائقين البدلة بالأفلام للممثلين. ومثل كل أسبوع عنا فقرة ديزاين، ولهالأسبوع عنا سيارة البي ام دبليو. كمان ما بدنا ننسى دايما عنا كل أسبوع باب ميكانيك بخبرنا عن قصص جديدة، وخاصة اليوم حنركز على الصيف. وبهالأسبوع عنا سيارتين جديد حنخبركن عنهم، خليكم معنا. سيارتنا لهالأسبوع هي الهيونداي سانتا في. هالسيارة SUV فخم جدا، يعني للحظة نحن شبهناه بسيارات الأوروبية، خاصة مثل الأودي Q5 وحتى رانج روفر إيفوك. هيونداي كل سنة عم بتفاجئنا، خاصة من ناحية الجودة والنوعية والفخامة. السيارة بالتحديد من ناحية الجودة والفخامة من الخارج والداخل حتخليكم تفكروا ألف مرة قبل ما تشتروا حيالة السيارة قبل ما تشوفوها. هالسيارة مزودة بمحركين، محرك الأول هو من 4 أسطوانات سعة 2.4 لتر بيولد 194 حصان، أما المحرك الثاني هو من 6 أسطوانات سعة 3.3 لتر بيولد 294 حصان. خلينا نحكي شوي عن الفرونت جريل، عن السيارة خاصة من البوز من قدام. عنا الضوء ديزاين كتير رائع، خاصة مع الـ LED والإكزانو لايت، أكيد هذا إز أن أوبشن. وعنا الفرونت جريل هو من 3 سبوكس، بيعطيها شكل فخامي جدا وحتى أجريسيف. واحدة من الأوبشنز بهالسيارة هي فتحة البانوراميك، بتخلينا نشوف السما، والأهم من هيدا كله قعدة هالسيارة المريحة. بننصح العالم اي سياره يسوقوا ولا اي فئه بتلبق، بس هالاسبوع معنا السياره بتلبق لكل العالم، للشباب، للعائله، وخاصه للعالم اللي عم بتنبش على السياره فخمه. هالسياره سعرها منافس جدا، خاصه انه بتبلش سعرها بلبنان حوالي 36,000 دولار، وبتوصل مفوله مع فول اوبشنز تقريبا فينا نقول تحت ال 50,000 دولار. بعد ما خبرناكم عن تفاصيل السانتا في، خلينا نشوف هلا التكنيكال سبيكس تبع السيارة. وخلينا نشوف السبيكس تبع المنافسين لهالسيارة.
هذا منه رانج روفر ايفوك ولا لاند روفر سبورت ولا اودي كيو 5 ولا حتى حيلا بريميوم اس في في. هذا هيونداي سانتا في بصراحه هو بريميوم لانه بالكواليتي اللي نحن قاعدين فيها هلا ما بنختلف ابدا عن السيارات الاوروبيه اللي بناخذها، خاصه من ناحيه الداخل. السياره مجهزه بكل التجهيزات اللي عاوزينها بكوين ما كنا عم نسوق، ان كان للعائله ولا ان كان للشباب ولا ان كان لكل حدا حابب يشتري هالسياره. سياره ممتازه جدا خاصه من الناحيه الشكليه من برا وحتى من الداخل. سيارة سواقتها كتير سلسة خاصة مع السسبنشن السوفت الموجود عليها، وحتى بيعطينا فيلينج مش انه سيارة كتير لوس نحن عم نسوق خاصة على طرقات جبلية او حتى بالداخل المدينة. سيارة فيها جريب وخاصة باور ستيرينج فيها ما بدايقنا كتير نحس بوزن السيارة اذا نحن عم داخل المدينة. ستيرينج كتير بيكون رخي وبس نحط اجنا على دعس البنزين بيقصى الستيرينج وبيعطينا الفيلينج الكونفيدنت نحن نسوق على طريق جبلية وحتى شوي نكون ماشيين شوية سرعة. سيارة من الداخل شو ما طلبته موجود، ميموري سيتس، 7 انش سكرين، تيبترونيك جير بوكس، الفريم ايد زر مش فريم ايد عادي مانيول، دايلز كل شيء موجودين نعرف قد ايه عم نصرف وين ما عم نروح، الايكو قد ايه عم نوفر بنزين، كل شيء بلوتوث، كل شيء بنحلم فيه بسيارات يعني ما بنشوفها نحن عادة بسيارات مثل هيونداي. اليوم شركة الكورية ما عم تخلينا ابدا نخلي في شيء مثل ما بقول بالعربي مش ابرح بعيننا. حتى نوعية الجلد المستعملين في هيونداي خاصة الكامل اللي عم تشوفه هلا معنا بهالطراز، بنحكي ان احنا اليوم معنا توب اوف ذا لاين من سانتا في. هالسيارة بتناسب الكل، عائلة، شباب، ناس كبار بالعمر، لانه اول شيء اتس كروس اوفر تقريبا فينا نقول ما انا عالي كثير لنلاقي صعوبه نطلع عليها للسياره. ومثل ما ذكرنا خاصه اذا بناخذها نحن فولي لودد السياره بيوصل سعرها تقريبا حوالي 50,000 دولار، بس عن جد السياره كثير تستاهل خاصه هذا السعر لانه فعلا ما في شيء مش موجود فيها للسياره. يعني لاقل شيء صندوق بيفتح كبسه زر بيفتح ومسكر لحاله. السياره فولي 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 لود عن جد نقلة نوعية جدا خاصة مع شركات الكورية اليوم عم يوصلوا وخاصة مع هيونداي عم بيتقدموا كتير بسرعة. يعني اليوم هيونداي صار في عندها كل السيارات من سيارة صغيرة حوالي يوصل سعرها بلش ب 9,000 دولار وصولنا لسيارة بتوصل حقها حوالي 80,000 دولار وصولنا ل 100,000 دولار. بفكر الديزاين لليوم هنحكي عن شركة بي ام اللي كلنا بنعرف انه مش بس تصميمها الخارجي حلو، التصميم الداخلي والميكانيك كمان. شو رأيكم نتعرف على السيارة اللي كلنا بنعرفها، نشوف تاريخها وكيف نجحت بالديزاين؟ ديبارتمنتس ديزاين بالعالم هي شركة بي ام. خلينا نروح ونغوص ونشوف شو بيصير جوا. Every generation has been the standard, has been basically the archetype of the sporty limousine in that category. And every new generation that we make, we strive to always be that standard, to always be on top. When I was asked to enter the competition for the all-new 3 Series, that was like a dream coming true, unbelievable. The best thing which could happen to me.
I wanted to create a new face, a new BMW face, and this face is related to the heritage of BMW. So you find this face differently in the BMWs out of the 70s, for example, like the E21. In the case of the 3 Series, we managed to really get a very sporty character to the fascia, to the front, to the face of what the 3 Series is. If you start to design, you just want to give the car a certain approach. You're just aiming for a kind of emotion which you're transporting with your sketch. And then, if the car is getting real, then you enter the next level. I can turn the car in my head and I see it three-dimensional. I bring it to paper. The sketch is a tool. And then we try to bring this 2D situation into 3D with the modeler. So we're using CAS, for example, or the clay model. And in this case, we switched back and forth between clay and computer modeling. We have a new theme, which is called layering. Actually, it brings lightness to the car, to the volume that you carry around with. It makes it easy for the designer to create different areas, sort of an area for the passenger, an area for the driver. Mainly the sportiness in the interior, described by sharp lines, by clean surfaces, and the direction for the view of the passenger we're sitting in. The modern line was the most heavy part to do because we wanted to go to a Scandinavian look or to bring the Scandinavian design feel into the cars. This was not so clear from the beginning on what it should look like. But at the end, I think every line was giving to the car a known character, and that was important. And we feel that with the new 3 Series, we've kind of found the bridge between the heritage and all that we've built from to really something that is, you know, the best of what it can be today and for the future. كلنا بنحضر افلام اكشن، كلنا بنشوف افلام سيارات، بنشوف سيارات عم تتشقلب ان كان بهوليوود ولا ان كان باوروبا ولا ان كان بالعالم كله، بس ما حدا بيعطي كريدتس لسائقين مجازفات او ستاند درايفر. ستاند درايفر هو بديل الممثل مشان اذا قلبت السياره ما يحط الممثل فيه اللي بيقبض 30 مليون دولار تقريبا على الفيلم مثل ليوناردو دي كابريو ويطلع ما يطلع منها للسياره. فستاند درايفر هو الكريدت كله له خاصه بافلام الاكشن. ستاند درايفر هو بروفيشنال درايفر، خلينا نشوف هالتقرير سوا. You've already seen me travelling on 2 wheels, and now I'm going to get in the other car and I'm going to learn how to do all kinds of crazy stuff. J10, parking, and how to get a flat pack wardrobe into your car at IKEA. So we'll start with the handbrake turn. It's all in first gear. Get a bit of speed up. And the first thing you do, you turn in with the steering and then pull the handbrake as hard as you can. Get your steering straight before you drive off. I didn't see any of that. Right, it's your turn. Let's see what happens. Brake, off the foot brake. Pull it hard, hard now. That's it. Go on, pull. That's it. Hey, look at me, Mum. Look at me. I can do a handbrake turn. Right, so this is the J turn or the reverse spin. Right. This is the one that gets out the sticky situation, you know, if you've been ambushed. Right, so, yes. We're going to set off backwards. Something that happens to me quite often. It's the opposite of a handbrake turn. Yeah. So you're going to lock the front wheels instead of the rear wheels. Right. And the front's going to pivot around the back of the car. So build up your speed, dip the clutch, spin the steering, into first gear and drive out. He's got it. This is more complicated, dude. So,
My first attempt is going to be ludicrously quiet, but I'll get there eventually. Power, 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 power. Off the power, clutch, spin. That's it. First gear, steering straight. Get in! He's showing promise. He's got that high speed. He's got that high pitch thing where people don't believe what they're saying. Oh yeah, he's fine. Now that you've mastered those two basic manoeuvres of stunt driving, we're going to put you to the test. Okay. So this is more about spatial awareness. I've only got 2 hour levels. Yeah. So we've simulated a parking space down there, right, on the high street, and you're gonna have a go at handbrake parking into that space. I'm glad these are cones. No offence. Go on, go on, go on, go on. How many cones have I taken out? All of them. Well, that's the purpose of it. I'm doing like the alternative version where you smack over all the cones. Whenever you're ready, get your hand on the handbrake, ready. Go on, more speed, more speed, more speed, more speed. Handbrake! Foot brake, you got your foot on the handbrake! Ah, stupid! Yeah, I'm getting worse. Handbrake! I didn't. No foot brake. You got to say that. Thank you, I've never laughed so much at nothing in my life before. It's an incredible experience, and I don't know how you do it. The skill is breathtaking. I could never be that good. Anyway. Planning? I'm not really that kind of a person. You're not that person to jump out and go crazy? No. I'm parked in front. Okay. Do you want to try it with me? I don't know. I mean, I'm a very adventurous guy. Car is awesome. I don't really know how to grab a stick. Oh, really? Do you want me to drive it? No. Let me drive it. I'll show you what this thing can do. So what do you like to do for fun, like on the weekend? Go to a lot of music festivals. I like to write. I think you might want to shift then. Sorry. I like to play the drums and the bass guitar. I'm a ninja. What? I'm a ninja. I like to ride my bike. I like to exercise and work out. Go rock climbing. That's cool. I like to go to live theater. I'm really well-rounded, actually. Well, you might want to shift it again. This is the right. I'm just gonna go up here and turn around. Oh yeah. Are you serious now? It's the wrong way. Why are we going so fast? Party just as much as I do. Oh. Woo! That's what I'm talking about. Ah! Oh yeah, baby! He just whipped the shit out of his car. I'm a professional stunt driver. And you've just been on Ford Mustang speed dating. Oh! Camera here. Holy So what'd you think? I guess you're showing me how to drive this thing, aren't you?
الماضي بلش يخبرنا باب ذا ميكانيك عن السيفتي، وهالاسبوع حنكفي معه وحيخبرنا اكثر شو لازم نعمل كرمال لنحمي حالنا، مش بس لانه عم نخسر عالم، بس كمان لانه قانون السير صار صارم. بهالاسبوع حنكفي جولتنا مع باب ذا ميكانيك ليخبرنا اكثر عن السيفتي، مش بس السيت بيلت والبريكس وحتى الدواليب. خليكن معنا لنشوف باب شو حيخبرنا. والتريونجل اللي بتشوفوه هو مش سيارة للبيع، هو سيارة عاملة حادث بنحط قبل بخمسين متر. والشغلة كتير يلي كمان لازم نحكي فيها وشغلة كتير مهمة، هلأ الناس رح يستغربوا بس أنا بحكم شغلي بفوت على سيارات كتير من الناس بيجوا لعندي ليصلحوا سياراتهم. ما بقدر أخبركم قديش في ناس سياراتهم فيها، لا يمكن بيعرفوا يمكن ما بيعرفوا، فيها مثلا ريحه غريبه، المدخنين مثلا بتطلع بالسياره ريحه التدخين فيها، يعني اكثر ما بدي اخبركم مزعجه لشكل، يعني اذا واحد ما بيدخن او واحد هو اللي بيدخن بيقعد بقلب السياره ساعه او نص ساعه مثل ما بنقعد عندنا بالعجقات او مشوار طريقه طويل، بيرجع بيتسمم، بيعلى نسبه التسمم عنده بالدم، تخف نسبة الأكسجين بالدم تبعوله، ببطل يدير يركز. هيدي من أهم نسبة بتزيد نسبة الحوادث كتير، من أهم الأسباب يلي عم بتخلي الحوادث تزيد. يعني واحد هم ما بيعرف شو عم يصير معه، ما بيعرف إنه نسبة بطل الأكسجين بجسمه، رفلكسيون تبعه صارت بطيئة من وراء ريحة الدخان بالسيارة أو ريحة الجراثيم. نحن ما بنعرف إنه بسياراتنا مليانة كلها جراثيم. هيدي عملوا دراسات عليها بأوروبا، كلفت تمن قول ملايين مئات ملايين الدولارات كرمال يقدروا يحافظوا على السيارات. يعني صار السيارة إلها كابينت فلتر، فلتر للهواء اللي بفوت على قلب السيارة ليخفف لك التلوث اللي بيجي من برا. كيف أنت عندك تلوث من جوا كمان؟ فقرت أبديت لهالأسبوع عنا سيارتين تعرف عليهم جديد، وأول سيارة حتعرفنا عليها هي كارن. عنا رح نشوف الـ Q70L من إنفينيتي، هي النسخة الأكثر فخامة من إنفينيتي من Q70. السيارة الثانية معنا هي أوبل كورسا. توفر هالسيارة من أربع مقاعد جلد بيت فخمين، وعنا الفرونت لايت والرير لايت هنا من الـ LED. وكمان هالسيارة اللي تميز فيها شغلي هو أكيد الفرونت جريل اللي كان له تغيير جذري خاصة من ناحية الأمامية من السيارة. Q70 مزود بمحرك من 6 اسطوانات سعة 3.7 لتر بولي 330 حصان، اما المحرك الثاني هو من 8 اسطوانات سعة 5.6 لتر بولي 420 حصان. واليوم عندنا كمان طراز هايبريد هو مؤلف من 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر بولي 302 حصان. Q70L بتعطي رونق لكل شخص بيسوقها. سيارة الثانية هي سيارة هوت هاتش خاصة من عند أوبل، هي الكورسا OPC. كورسا OPC مزودة بعجلات من 18 إنش، والشيء المميز هو المكابح اللي هن توم برامبو.
عندها انترتينمنت سيستم ستيت اوف ذا ارت مزوده بمحرك 4 اسطوانات سعه 1.6 لتر. مع المحرك توصل القوة ل 207 أحصنة و 280 نيوتن متر. عن جد سيارة جذابة وسيارة سبار وفخمة بذات الوقت. وهالسيارة حتلاقي نجاح كتير كبير خاصة لناحية الشباب يلي بحبوا سيارات الهوت هاتش. مشاهدينا هيك حلقتنا بكوست للنهاية لليوم، بس دايما بدنا نذكر انه حضرونا دائما على اليوتيوب وما تنسوا تحطوا سيت بيلت وقولي باي كمان باي.